مرحبا بكم في حكايات شيبة أيها الأصدقاء. يحكى يا سادة يا كرام أنه في قديم الزمان عاش حرفي كان يصنع أقنعة. جميع الناس أحبوا أقنعته وكانوا يشترونها لأيام المناسبات. في يوم من الأيام جاء رجل غامض إليه، كان يرتدي ملابس حمراء ووجهه بالكاد يرى. أصدقاء الحرفي كانوا قد أخبروه بأن لا يأخذ طلبا من الرجل ذو الملابس الحمراء. سأعطيك ذهبا كثيرا مقابل عملك. كاد الحرفي أن يرفض الطلب حتى طلب منه الرجل قناعا مميزا جدا، قناعا لا تستطيع التفريق بينه وبين الوجه الحقيقي. ثم أخرج كيسا كبيرا مملوءا بالذهب، كانت النقود تلمع لكثرتها. عميت عيون الحرفي وأخذ الطمع محله. إنها فرصة لا تعوض، عندما يحصل على الذهب لن يحتاج إلى العمل الشاق الذي يرهقه، سيعيش حياة هانئة لبقية حياته. أمسك بالكيس وأخذ الطلب. أعطاه الرجل 7 أيام بالتحديد لصنع القناع. أمضى الحرفي 6 أيام في محله محاولا صنع القناع، ولكن مهما حاول لم يستطع صنع القناع الذي طلبه الرجل. صنع 10 أقنعة ولكن تخلص منها في الحاوية. جاء يوم الحساب. جاء الرجل الأحمر في الليل بيده التي ترتعد خوفا. أمسك الحرفي القناع الذي صنعه. خذ قناعك ولا تعد إلى هنا مرة ثانية، صنعت ما طلبته. ابتسم الرجل فقط، ثم أخذ الرجل قناعه ومشى، ولكن ليس القناع الذي صنعه له الحرفي. كانت هذه نهاية القصة. إذا أعجبتكم ضعوا لنا إعجابا. إلى اللقاء.